استدلت هذا الصراع. في هذه الندوة السياسية التي عقدتها حركة الجهاد الإسلامي لمناقشة التحديات الراهنة بعد انتهاء العدوان على غزة، برزت العديد من التحديات والملفات الشائكة التي تحاول إسرائيل من خلالها تحسين صورتها عبر الضغط على القطاع وتشديد الحصار عليه ومنع إعادة إعماره. يحاول المجتمعون هنا البناء على ما تحقق من إنجازات والوقوف على العقبات والتأكيد على ضرورة فضح الاحتلال. نحن نتوقع أن إسرائيل لا تريد أن تسلم بنتائج هذه المعركة، وهي تحاول بكل إمكانياتها وكل حلفائها في المنطقة والعالم أن تلتف على نتائج معركة القدس، ولكن هذه النتائج حفرت في وعي الشعب الفلسطيني وحفرت في وعي العالم وفي وعي حتى إسرائيل. الفصائل الفلسطينية أجمعت أنها لن تسمح للاحتلال باستمرار فرض سياسة الأمر الواقع، وأنها ستحافظ على ما حققته، لكنها حذرت في الوقت ذاته من الانفجار إن واصلت إسرائيل سياسة التشديد والمساومة. الاحتلال يحاول أن يبهت ويقزم الإنجاز العظيم الذي حققته المقاومة عبر تشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر ووقف المساعدات وإعادة الإعمار. نقول أنه هذا الأمر خطير وأحد سوائق التفجير الذي يعيد توتير المنطقة برمتها. يجب أن يكون لدى الفصائل إرادة وعزيمة لا تلين باتجاه أن يكسر هذا الحصار. هذا الحصار لن نقبل بوضوح أن يسماه جاثما على صدور أمهاتنا وأطفالنا وشيوخنا ونسائنا. أكثر من 50 يوما مضت على انتهاء العدوان، وفي كواليسها مفاوضات على انتزاع شروط ورفض ضغوط وجهود وسطاء، وكل ذلك لمنع وقوع مواجهة جديدة تعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر. كثيرة هي الملفات التي تتعنت إسرائيل في تنفيذها في وقت تتمسك فيه الفصائل الفلسطينية بشروطها، والأيام القادمة لا سيما بعيد عيد الأضحى المبارك قد تحمل تطورات سياسية وميدانية في حال استمر هذا التعنت. محمد الدعور، الغد، غزة، فلسطين.